يوم جديد، يوم جديد هو فرصة لكي نعيد حساباتنا لنستقيم ونصحح الخطأ القديم بالتفاؤل والأمل وبالعزيمة في العمل بالعطاء وبالرضا نرتقي إلى القمم. برنامج يوم جديد هو برنامج ثقافي قيمي تطويري يقدم للجمهور بشكل تحفيزي وتفاعلي، يدعو إلى الإيجابية، ينمي في الفرد والمجتمع التفاؤل والتفكير الإيجابي وبث ثقافة العطاء والمبادرة والتعامل الحضاري مع الآخر وتدعيم لغة الحوار. البرنامج يقدم في قالب قصصي واقعي إيجابي وبلغة مبسطة مع البعد عن التعقيد والتنظير ومع تنوع في الطرح والاستشهاد. أعزائي المشاهدين، اليوم بإذن الله راح نبدأ معاكم سلسلة من الحلقات المتصلة في موضوع غاية في الأهمية وهو موضوع التفكير. شوفوا قدامي الآن قبعات ستة وهي ترمز إن شاء الله إلى موضوعنا اللي هو موضوع القبعات الستة للتفكير، ونحن تعمدنا نجيب هذه القبعات عشان نعطيكم هذا الإحساس الرمزي لمعنى التفكير. الآن التفكير من العمليات الذهنية العقلية المهمة اللي البعض يأخذها كشيء مضمون وأن مدام هو يفكر خلاص وقع يفكر بطريقة صحيحة، لكن اتضح أن التفكير هي عمليات معقدة تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى استخدام متعمد للتفكير. يعني الواحد لما يقدم على حل مشكلة أو لعرض بدائل أو لاتفاق مع آخرين في وظيفة أو شيء، أو حتى في الديوانية في استقبال وجهات النظر لأي شيء، لأي شيء يا جماعة، أنت محتاج أنك يكون عندك نمط في التفكير تعرف أنت تستخدمه بتعمد. الكلمة السحرية أو السرية هنا هي التعمد، نحن نفكر متعمدين نفكر. إذا شنو سالفة القبعات الستة للتفكير اللي إن شاء الله راح نتكلم عنها في هذه الحلقة وحلقات قادمة، بحيث إن شاء الله يكون لكل حلقة أو كل لون اللوان الستة لها حلقة منفصلة لكنها متصلة في موضوع حلقتنا. على فكرة ترى ديننا الإسلامي يستحث فينا التفكير، يعني لو رجعنا للقرآن راح نشوف إن تقريبا عندنا 129 آية تدعو للنظر، عندنا 148 آية تدعو للتبصر، 4 آيات للتدبر، 16 آية للتفكر، 7 آيات للاعتبار، 20 آية للتفقه. تخيل يعني التفقه، التدبر، التبصر، الواحد يعني يفكر في الأمر، يتبصر فيه، مش فقط في البصر، لا، البصر اللي هو الفكري، إن الإنسان الأمور تأخذ بالتفكير العميق، بالتفكير الموجه. عشان كده عندنا شغلة يسمونها التفكير الندي أو 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 تفكير الندية، وعندنا تفكير يسمونه تفكير المتوازي. شنو قصدنا بالندية يا جماعة؟ الندية أو تفكير التضاد، إني أنا أفكر بموضوع معين بيننا قاعد نتناقش فيه، فأنا أخذ زاوية معينة وأصر عليها، وأنت بالمقابل تأخذ فكرة أخرى عن نفس الموضوع وتصر عليها، فصير عندنا اتجاهين متضادين، ما إحنا ماشيين مع بعض، لا إحنا قاعدين نتهاوش، إني أنا صح وأنت أو أنت صح وأنا صح وأنت غلط، فصير في تضاد بالتفكير. فعندنا القبعة الزرقاء اللون الأزرق له نمط معين، عندنا القبعة الحمراء، القبعة الصفراء، القبعة البيضاء، القبعة الخضراء، وأخيرا القبعة السوداء. كل لون له نمط في التفكير. أعطيكم مثال وراح نجيب التفصيل إن شاء الله في الحلقات القادمة، بس عشان تكونوا معي بالصورة. يعني مثلا يقول لك القبعة السوداء اللي هي فيها إظهار الأخطاء، العيوب، المخاطر، المشكلات، العوائق. فمثلا إحنا عندنا مشروع أو مثلا نبي نسافر مثلا، نبي نروح عمرة مثلا، فإذا واحد من أهلنا وعيالنا عطول يفكر يقول جماعة ترى خطر الطريق، خاف السيارة تصير فيها شيء، خاف يصير لكم شغلة في الطريق، مشكلة عندكم، أحد يمرض عليكم، خاف واحد ينام وهو يطلع لك عيوب السفر بالسيارة إلى العمرة، وتكون أحيانا منطقية أو فيها وجاهة، بس أنا أقول لا، أنت كله سوداوي، أنت كله متشائم. هذا قصد ديبونو، أن كل واحد فينا عنده تفكير غالب عليه. يمكن تفكير العوائق أو القبعة السوداء يكون مفيد
في مواضع معينة. إحنا بحاجة في نقاشاتنا أن يكون عندنا واحد يفكر بالطريقة هذه. هل إحنا سمعنا في أول قلنا إحنا اللي بنخلي تفكيرنا متعمد يا جماعة، مو نفكر في طريقة القائلة، لا لا لا، تفكر تقول الحين أنا بفكر شنو عيوب المشروع اللي بسويه، أو شنو عيوب إذا بشتري أرض، شنو في مشكلات، شنو أخطائها، شنو محاذيرها، شنو عوائقها أو عواقبها. هاي قبعة سوداء. واحد يقول زين خلنا ناخذ قبعة ثانية اللي هي البيضة مثلا، اللي تهتم فقط في المعلومات، فقط حيادية، كم سعر الأرض، كم سعر البيت، كم ساعة من بيتك إلى الدوام، الأجواء عندك شلون صايرة، الجيران ماذا كذا، هذا كلها أمور يسمونها أمور بيانات، ما فيها مشاعر، ما فيها سوداوية، ما فيها تفاؤل، بس مجرد بيانات. في ناس عندهم هذا الفكر بس فكر بالبيانات. فتقول النظرية، وإحنا الحين قاعد نتكلم كمقدمة أعزائي المشاهدين، لكن إن شاء الله من الحلقة القادمة راح يكون عندنا حلقة كاملة عن كل قبعة وشلون نقدر نوظفها في حياتنا، سواء في الوظيفة أو مع العائلة أو في علاقاتنا الاجتماعية. فهذه النظرية هي تحوي ستة أنماط من التفكير، غالب الناس لا يخرجوا عن هذه الأنماط الستة، وبالتالي يكون في هناك تعمد. إذا أنت عندك، كل واحد فينا على فكرة عنده نمط غالب من القبعات هذه، عنده لون من الألوان هذه، يحب يفكر شدي بالطريقة هذه، نقول له زين أوكي الآن هذا تفكيرك ممتاز، الحين بنفكر إحنا بطريقة أخرى، ما نبي نحل المشكلات، نبي القبعة البيضاء البيانات، أو نبي القبعة الصفراء اللي هي التفاؤل اللي هي عكس السوداء، أو نبي القبعة الخضراء اللي هي تتكلم عن البدائل. فباختصار هي ست أنواع من التفكير نحتاج إن نرتبها ونوظفها بتعمد عشان نقدر نوصل إلى الحل السليم. تقول القصة أعزائي المشاهدين، ولها علاقة بالقبعات ستة، تقول القصة أن هناك يعني أشخاص عميان ما يشوفون، ستة أو سبع أشخاص ما شافوا من ولادتهم ما يشوفون، يعني أحضروا لهم الفيل، قصة رمزية، جابوا لهم فيل وقالوا يا جماعة لو سمحتوا نبي كل واحد منكم، أنتم ناس أنتم ما تشوفون الفيل ولا تعرفون شنو الفيل، نبي كل واحد من حضراتكم أنه يوصف لنا شنو الفيل. فاللي مسك الخرطوم، واللي مسك رجل الفيل، واللي مسك بطن الفيل، واللي مسك ذيل الفيل، واللي مسك إذن الفيل، وبعدين سألهم قال ها شنو الفيل؟ فاللي مسك ذيل الفيل إيش قال؟ قال الفيل هو شيء مثل الحبل، شيء صغير مثل الحبل، شوف الفيل خلى حبل. اللي مسك الإذن اللي تحرك قال والله شغلة هي خفيفة مثل شيء مروحة تحرك، شيء تحرك يطلع هواء، هذه هي الإذن. اللي مسك القدم الكبيرة هذه كأنها، قالها كأنها عمود يابس صلب شوي. اللي مسك البطن قال هذه والله كأنها طوفة، شيء جاب الفيل شيء طوفة، ما قالوا حيوان، حدا يقولك طوفة الفيل. واللي مسك الخرطوم قال لا مو حبل صغير، لا هذا شيء كبير، حبل كبير له فتحة من قدام. فبدأ يتكلم عن هذا. الحين هذه الإجابات أو هذه إجابات الفيل إذا أخذناها بروحها يسمونها تفكير متضاد، أن الفيل حبل صغير، أو أن الفيل مروحة، أو أن الفيل الطوفة. إذا أخذنا كل تفكير بروحه بيصير تفكير يسمونه متضاد. بينما تقول نظرية القبعات ستة، لو أخذنا كل التفكيرات هذه أو كل الإجابات هذه مات الفيل وجمعناها لصارت هي شنو؟ طلع الفيل كامل. ليش؟ لأنه صار يسمونه التفكير المتوازي. إحنا ما هملنا أي إجابة، ما قلنا أنت غلط وأنت غلط، لا، أخذنا الذيل حطيناه، بعدين جبنا البطن ركبناه على 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 الذيل، وبعدين حطينا الإذن والرأس والخرطوم وحطينا الأقدام، فصارت صورة الفيل كاملة، لأن إحنا جمعنا كل وجهات النظر فطلع عندنا تفكير يسمونه التفكير المتوازي. اللي متشائم يقول طريق معين، اللي متفائل يتكلم، اللي يشوف البدائل يفكر، اللي عنده البيانات يفكر، كل واحد يفكر بطريقة مختلفة. إحنا نقول دائما في كل مشكلة أو في كل موضوع أنت تريد تسويه أو مشروع في حياتك، شراء بيت، شراء سيارة، زواج، سفر، انتقال منزل إلى منزل، وظيفة معينة مثلا، مشروع تدش أنت تجاري بفلوسك اللي تجمعتها على مدى سنين، تحتاج أن يكون عندك أنماط كثيرة من التفكير عشان تصير العملية متوازنة. فأنت بحاجة دائما تعود نفسك. إذا أنت من نوع متفائل نقول التفاؤل زين، الله يعطيك العافية، بس حاول شنو؟ حاول يكون عندك أيضا شوية محاذير وشوية قبعة سوداء عشان ما تروح كله بالتفاؤل التفاؤل وبعدين تنصدم بالواقع. إذا أنت عندك، إذا عندك البيانات والمعلومات، نقول خل عندك بدائل، يعني مو قول الحل هذا ولا ما يصير، يا روح عمر بالسيارة ولا ما روح عمر، نقول لا لا في بدائل، تروح في باص مع النقل العام، تروح مع مجموعة من الأصدقاء، تروح في طيارة،
يعني في أكثر من طريقة للذهاب إلى العمرة، مو إلا السيارة. فالقبعة الخضراء تعطينا مجال للبدائل والخيارات والحلول الأخرى. بهكذا تدرب الإنسان لما يتدرب على التفكير يصير عنده قدرة على أن يميز أول شيء نمط اللي هو يفكر فيه، والأمر الآخر أنه يقدر يغير. أنه تعال أوكي أنا الحين أنا بشتري سيارة، إنزين شنو بياناتها؟ هي القبعة البيضاء، والله سعرها هالكثر، أقصادها، السيرفس عندها كذي، مش عارف أقطع غيار رخيصة أو غالية، هالكثر تنباع ما تنباع. يصير عندي أول شيء الداتا أو البيانات، بعدين أتخذ القرار اللي هو زين شنو في عندي خيارات ثانية، ممكن أشتري سيارة مستعملة وهكذا. فتساعدنا القبعة بعض الناس يكون يعني مرتاح عاطفيا للسيارة، يشتريها لو غالية، بعدين تكتشف إنه والله قطع غيارة غالية، أو إنه ما فيها سيرفس، أو إنها مو عائلية، هو عنده عائلة هي شكلها حلو كسبورت. فيقع في الخطأ لأنه استخدم قبعة واحدة اللي قبعة المشاعر اللي هي القبعة الحمراء، إنه والله حبيتها، شكلها عجبني، لونها والله حلو، شكلها شبابي. هذا كله يسمون القبعة العاطفية، قبعة الحمراء. لكن لو تزم بالقبعة البيضاء اللي هي البيانات، أو القبعة السوداء المحاذير، أو القبعة الخضراء اللي هي البدائل، كم يقول والله السيارة هذه غالية أو هذه ممتازة بس إنها مو عائلية، أنا بسيارة عائلية عندي للعائلة السيارة هذه، مو لي أنا، أنا ماني صغير، أنا عندي عائلة وأحتاج تنقل فيها. فتساعدك القبعات على أن كل مرة تغير قبعة عشان تقدر تحل المشكلة اللي أمامك، بس مو بس نمط واحد للتفكير. وهذا إحنا قلنا عشان كذا هي يسمونها التفكير المتوازي، يعني يصير عندك تفكير أكثر من نقطة، يسمونك التفكير المتعمد، تفكير من أجل الحلول والبدائل، التفكير الذي يقلل من وقوع المشاكل بعد اتخاذك القرار، ما يكون قرارك مبني على رأي واحد فقط أو قبعة واحدة فقط. كثير ناس كانوا شكاكين وكانوا متشائمين وكانوا خوافين من أن يأخذ خطوة أن يغير وظيفته، يقول أقل يجيني معاش أو كذا، شكل غير وظيفتي مو مضمونة، وفي غير غيره والله فتح عليه، هو تم في على وضعه لأنه كان فقط خذ قبعة السوداء والمحاذير وخاف أخسر يصير فيني شيء، بس ما فكر في بدائل أخرى. دائما إحنا نقول نوع بين تفكيرك مرة ثانية بتعمد، قل الآن أنا بصير متشائم، شو العيوب، شو الأخطاء، شو المحاذير، شو المخاطر، الحين بصير متفائل، شو الأشياء الزينة، شو الأشياء اللي حلوة في هالموضوع، الحين بصير البيانات، شنو عندي إحصائيات، شنو عندي أرقام، شنو عندي معلومات، كم يكلف مسافته، حجمه، وزنه، وهكذا غير بين القبعات إلى أن تصل إلى القرار الناضج السليم اللي غالبا إن شاء الله بإذن الله يقلل من وقوعنا في الخطأ بعد اتخاذنا القرار. ما في قرار كامل، ما في قرار يعني، لكن على الأقل أنت بذلت الجهد وجمعت كل أنماط القبعات الستة للتفكير، وبالتالي وصلت إلى حل اللي يكون على الأقل ناضج ومستوي ويؤدي إن شاء الله إلى القرار السليم. تابعونا إن شاء الله في الحلقة القادمة، ومع السلامة. يوم جديد، يوم جديد، هو فرصة لكي نعيد حساباتنا لنستقيم ونصحح الخطأ القديم، بالتفاؤل والأمل وبالعزيمة في العمل، بالعطاء وبالرحمة.